وعايزه بقى دلوقتي صوره في تعليق في دقيقه كده او في كلمه عن كل صوره ما هنعرضها عنديش دلوقتي. زور. لا انا اللي هعرض حكي الصور وعايزه منك التعليق في دقيقه. اول حاجه صوره عمر مرموش، تعليق بقى من حضرتك. النهارده ان شاء الله هيدخل من الحته اللي هو بيجيدها وهيجيب جون النهارده. هيجيب جون النهارده ان شاء الله عمر مرموش، ان شاء الله توقعات المرئيه. يعني شارك ان شاء الله باذن الله هيجيب جون. يا رب ان شاء الله. طب محمد الشناوي. محمد الشناوي عايزه يبقى مركز بقى اليومين دول، النهارده ماتش النهارده والكلام مع المدافعين عليه ضغط كبير هو. الكلام مع المدافعين وتوجيهاته، يعني يحاول بقدر الامكان يخليهم في حاله صحيان يعني. طيب الصوره اللي بعدها مصطفى محمد، ربنا يكرمه النهارده ويجيب لنا هدف يعني يطمن الجماهير المصريه. عندك حاجات كتير جدا، عندك قوه جسمانيه، عندك شوتنج شمال ويمين، عندك هيدر. لسه مش مطلع كل اللي عنده. لسه مش مطلع لسه. كل اللي عنده. لا او يعني ما انا بقول لو سمحت الفرص ليه ان هيجي هيعمل الشغل ده. طيب الصوره اللي بعدها زيزو النهارده، ربنا يكرمه، لازم النهارده يقوم بدور فعال لو ان شاء الله شارك بالجنب اليمين. يعني مهم جدا ان هو يكون اكتف اكتر، يبتدي يشتغل بالحته دي اكتر، يحاول ان هو لانه بيلعب مكان حد كبير يعني برضو، يعني لما بيلعب مكان محمد صلاح فلازم ان شاء الله باذن الله يسد، لان العين عليها هتبقى جامده. العين عليها هتبقى جامده، وفي نفس الوقت هو مؤهل انه يحترف، يعني من اللعيبه اللي ممكن تحترف بسهوله قوي. طيب الصوره بقى اللي جايه ريان مينديز، المهاجم الراس الاخضر كاب فيردي، هو ده. يعني اول نقلق منه بقى ولا ايه؟ بص انت لا، انا عاده بعمل حساب للمهاجمين. عاده اي سترايكر ناخد بالنا بيبقى بيمتاز بشيء اكيد، اما الهداف ازاي؟ لازم يكون ليه عنده امكانيات، وخصوصا انه بيلعب لمنتخب بلد. فطبعا وخصوصا النتائج اللي عملوها الماتشين اللي فاتوا، ده يخلينا ان احنا لازم نركز اكتر ان يبقى دور المدافعين النهارده في المراقبه بشده، وان ما يديش فرصه للعيب انه يلف على الجون، وما يديلوش فرصه انه يعمل فرق سرعه، ولازم يكون في عمليه تغطيه، ولازم يبقى في كلام مع خط الظهر بالكامل، ولازم يكون محمد الشناوي ليه دور كبير جدا في الطلوع والخروج من المرمى، علشان الكرات العرضيه والحاجات دي كلها يبقى في تنسيق دفاعي بشكل، هو اللي يقوم بالدور ده محمد الشناوي، هو الليبرو، هو اللي عليه العبء ده، العبء بالحته دي. طيب معانا صوره كمان، نشوف الصوره لو سمحتوا. بيبي ده برضو بيتقال عليه المهاجم المتكامل. ما هو بص، ما احنا قلنا اي مهاجم بيمتاز بالتسديد وبالاهداف، فطبعا ان هو لما يجي يلعب مع فريق زي منتخب بلده اكيد بيجيبوا افضل اللعيبه، ما ممكن يظهر. تاني حاجه الفريق ده الملامح بتاعته ما كانتش واضحه لما جه وشارك في البطوله، فطبعا ان هو النهارده بيكسب مباريتين وبياخد المركز وبيتفوق على مصر وبيتفوق، فده فريق مش قليل يعني، ان هو فريق يجي يلعب ويناطح الكبار ويعمل نتيجة كويسة في الماتشين، ده طبعا أكيد لازم نعمل حسابنا إن الفريق فعلا هيكون ند قوي لينا، وعشان كده لازم نستغل كل فرصة توصل للاعبتنا المهاجمين إن هم يفنشوا صح، يبقى عندهم الثبات الانفعالي جوه الملعب، يكون اللعب فيه تنسيق، فيه تقارب خطوط مع بعضهم، تقارب لاعبين مع بعضهم، جمل تكتيكية تتعمل، لازم يبقى فيه لمسة ولعبة، شدة في التعامل مع الخصم، الانطلاقه، القوه في الباسنج، الاوفرات اللي بتتعمل لازم تكون فيها اتقان، حاجات كتير جدا لازم النهارده يتفوق فيها اللاعب المنتخب مصر يا رب ان شاء الله. انا بقى مش هختم الحلقه غير لما تقول لي توقعاتك، وانت من الاول مش عايز تقول لي تتوقع الماتش. لا انا متوقع ان شاء الله 2-0 باذن الله. 2-0 يا رب، يعني باذن الله يكون يعني من الاحداث، افتكر ان ممكن اللعيبه، لان اللعيبه دي كلها كانت لعيبتي، يعني انا كنت بدرب المجموعه، يعني دربت حجازي ودربت نني وصلاح والمجموعه دي كلها كان معاها في المنتخب 92، فانا يعني متاكد ان هم ان شاء الله باذن الله النهارده يقوموا بدور كبير، وان شاء الله يفرحوا الجماهير اللي مستنيها. يا رب امين، يا رب امين. كابتن هشام انت نورتنا، الله يخليك، وسعيده جدا بوجودك معانا النهارده في الخلاصه، وهنشوف الماتش بقى، ويا رب يعني يفرحوا قلوب كل المصريين يا رب، منتخب مصر ويرفعوا اسم مصر عالي، ونجيب ال 2-0 اكيد ان شاء الله اللي اتكلمنا عنها دلوقتي ان شاء الله. نورتنا وشكرا لحضرتك.
وصلت مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده الساعه 10، كلنا هنكون على موعد مع المباراه الفاصله والمصيريه لمنتخب مصر مع كاب فيردي. يا رب يا رب كل التوفيق، ودعواتنا بالنصر يعني المكسب اللي هو بقى الفاصل، مش عايزين كده الانصاف الحلول او مش عايزين الحاجات اللي تدخلنا في حسبه صعبه. ان شاء الله 2-0 النهارده لمنتخب مصر الوطني.